أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول فن من الفنون الأدبية وهو فن القصة، ومع الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني. عنوان الوحدة يا عزيزي الطالب كان يا مكان. سنتناول في هذه الوحدة العديد من القصص، وسوف أبدأ في هذا الأسبوع الأول بأول قصة سوف نتطرق إليها، وهي قصة بعنوان فكرة سلحفاة. سوف نتناول في هذه القصة عناصر القصة الواردة في هذا النص، وسوف نقوم بتحليل هذه العناصر من شخصيات وزمان ومكان والعقدة والحل والأساليب التي استخدمها الكاتب في هذا النص، وبالنهاية ستقوم عزيزي الطالب بإبداء رأيك حول عناصر القصة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذا الأسبوع. الأهداف يا عزيزي الطالب بيان موضوعات الأسبوع الأول وتوضيح المطلوب من كل منها. القصة هي مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب، وقد تتناول حادثة واحدة أو عدة حوادث تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة. تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين في الواقع، ويكون نصيبها متفاوتا من حيث التأثر والتأثير. وللقصة عزيزي الطالب عناصر عدة، منها الحدث وهو أساس العمل القصصي، ويتمثل في قضية فكرية يريد المؤلف أن يوصلها إلينا. الشخوص هي الكائن الإنساني الذي يتحرك في سياق الأحداث، والشخصيات هي نوعان، شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية. المكان، ونقصد به البيئة، بيئة القصة وزمانها، أي هي الوسط الطبيعي للقصة وزمانها، فالحادثة لابد أن تقع في مكان معين وزمان محدد. العقدة هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها، حيث تتابع الحوادث إلى أن تصل إلى النقطة التي تتأزم فيها القصة، والتي يشعر القارئ فيها أن موضوع القصة قد تعقد ويحتاج إلى حل. السرد هو نقل أحداث القصة بأسلوب صحيح، والهدف هو الرسالة التي يريد القاز أن يوصلها إلى القارئ، والبناء هو الطريقة التي تسير عليها القصة لبلوغ الهدف منها. سوف أبدأ عزيزي الطالب بقراءة قصة بعنوان فكرة سلحفاة. في صباح يوم من الأيام خرجت السلحفاة مسرعة من البيت خوفا من أن تصل كعادتها متأخرة إلى المدرسة، فمشت عبر الحقول والبساتين غير مكترثة لأطايب الأعشاب، وبين الخطوة والخطوة التي كانت تلقي نظرة إلى ساعتها فتدرك أن الوقت بات قصيرا والمدرسة لا تزال بعيدة. وبعد دقائق من القلق وصلت السلحفاة إلى المدرسة وهي تلهث من شدة التعب. وعندما دخلت إلى الصف كان الدرس قد بدأ، فنظر الجميع إليها مبتسمين مستغربين، فشعرت بالحزن والخجل. في طريق عودتها إلى البيت مساء فكرت السلحفاة كيف يمكنها أن تصل إلى المدرسة في الوقت المحدد. في صباح اليوم الثاني ربطت السلحفاة نفسها بعدد من البالونات وحاولت الطيران، لكنها لم تنجح في ذلك، فعادت وأكملت طريقها مشيا، وكعادتها وصلت متأخرة فازداد حزنها وخجلها. وفي المساء عادت إلى البيت حزينة وهي تفكر في طريقة جديدة لكسب الوقت. في صباح اليوم الثالث نهضت السلحفاة مسرورة فانتعلت حذاء التزلج وانطلقت، لكنها تعثرت وكعادتها وصلت إلى المدرسة متأخرة، فدخلت من دون أن ترفع عينيها إلى رفاقها، فحزنت أشد الحزن، وبدلا من أن تصغي إلى الدرس راحت تفكر في حل لمشكلتها. وأخيرا صرخت وجدتها، نعم سوف أستيقظ مبكرة كل ساعة كل يوم. بعد قراءة النص يا عزيزي الطالب سوف نقوم بتحديد عناصر القصة الواردة في هذا النص، ثم الإجابة عن الأسئلة التابعة للقصة القصيرة. بعد ذلك يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة النحوية والتي بعنوان الفعل الماضي. والفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، كأن نقول دخل، خرج، فهم، علامات وتاء التأنيث الساكنة في آخره، سمعت، قرأت، خرجت، قالت، تاء
تاء الفاعل المتحركة في آخره كتبت نون النسوة في آخره الطالبات فهمنا الشرح قد قبل الفعل قال تعالى قد أفلح المؤمنون. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وأعزائي الطلبة.